أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأطيبوا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريح فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله.